متحدين نقف، متفرقين نسقط. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر ويهيم بأرجاء الدنيا كي يسعد فيها ويعمل. أولست ترى الإنسان بها دوما يتغير؟ ما أروع عقلا يستهدي يسأل يتأمل يتفكر. فخواطرنا من تلهمنا نور الإحسان لما نبصر، وفضول العلم يدعمنا وطموح الخير بما يكبر. سنبوح بكل خواطرنا كل جهل نتحرك لحياة أكثر إحسانا نتأثر فيها ونؤثر. لن يتفكر.